أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء على الهواء. أجمل التهاني وآلاف التبريكات نبصها لكل مشاهدي هذه الشاشة الجميلة، وبكل تأكيد لكل الأهل والأصدقاء بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، وأيضا بمناسبة عيد رأس السنة، وأعاده الله علينا باليمن والبركات يا رب تمين ولمين. وأكيد آلاف التهاني والتبريكات لأسرة قناة الصحة والجمال، أيضا آلاف التهاني والتبريكات لأسرتي في السودان، وآلاف التهاني والتبريكات لضيفي اللي منورني في الاستديو. بكل تأكيد الاهتمام بالإنسان يتلخص في ثلاث محاور: التعليم والصحة والثقافة، التعليم والصحة والثقافة. لذلك حنتكلم النهاردة عن مدرب الحياة، بأساس إنه الإنسان هو رأس المال الاستثماري للتنمية البشرية. كل هذا وأكثر حنعرفه داخل الاستديو مع ضيفي اللي منورني الدكتور محمد كمال الدكتور أحمد كمال محمد، المتحدث الرسمي لمؤسسة المصرية الوطنية لخدمة المجتمع. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. كل سنة وأنت طيب. حضرتك طيب، ربنا يخليك يا رب. أشكر القناة على هذه الاستضافة الجميلة، وأشكر حضرتك على الدعوة النهاردة. الله يخليك يا رب. حضرتك المتحدث الرسمي للمؤسسة المصرية، فحضرتك عرفنا إزاي تعاملتم مع الكورونا، أو إزاي تعاملتوا مع فيروس كورونا؟ أولا قبل ما أبدأ، النهاردة هو الذكرى الثانية لوفاة والدتي. أنا بحتفل معكم النهاردة بهذه الذكرى الغالية عليا. ربنا يرحمها رب إن شاء الله، بإذن الله. إن شاء الله قطعت مسافة طويلة جدا عشان أتواجد معكم النهاردة ونتكلم عن كيف تعاملت المؤسسة وكيف تعاملنا كلنا مع كورونا. كورونا ظرف طارئ أدار العالم كله، العالم قبل كورونا غير بعد كورونا تماما. المؤسسة قطاعاتها على مستوى الجمهورية كان لها تحرك قوي جدا جدا الحمد لله، لنا قطاعات في أسوان وفي الأقصر وفي إنا وفي أسيوط وفي سوهاج والقاهرة. كل القطاعات كانت على قدم رجل واحد يعني. أهم حاجة عملناها إزاي نوجد البديل للعامل البسيط اللي هو مش قادر ينزل، مش قادر يتعامل. أيوة كويس. أيوة جدا. أيوة. مش عارف يجيب يوفر لقمه عيشه لاسرته، او مش بالزبط. عارف يساعد. فاحنا ابتدينا نسعى معاه هو ازاي ياخد المعاش الشهري الموفر من الحكومه. شكرا طبعا، كل الشكر للحكومه اللي وفرت هذا الدعم الشهري. احنا كنا بنسعى مع المواطن ازاي نوصل لهذا الدعم، رقم واحد. رقم اتنين التوعيه اليوميه بقى، ازاي النهارده تتباعد عن الاخر، ازاي أيوة السلام أيوة ما يبقاش كده، لا بيبقى اخترع. ابتدينا نوجد أيوة سلامات أيوة اخرى أيوة وحاجات أيوة اخرى أيوة للمحافظه على بالزبط الانسان. بتقول تاكيد شهر رمضان عدى علينا صعب جدا جدا، مفيش صلاه تراويح. لا صراحه كان عام صراحه توتر وقلق وخوف. بس احنا استعوضنا كده، لان انت تصلي في البيت والاسره اتجمعت بشكل منطقي جدا جدا. بس احنا خدنا بقى حاجه ايجابيه من كورونا. تمام. الاسره اتجمعت طبعا زمان بالضبط. يعني كان في فترة طويلة جدا الناس انشغلت بحاجات تانية، فما فيش حد بلاقي حد إلا هو طالع من البيت أو وقت قليل. فبس صراحة هو أكيد سلبيات كتيرة جدا في كورونا، برضو الإيجابيات كانت جميلة، اتجمعت كل الأسرة بالضبط. في سفرة واحدة. وفي طفل بيقول لمامته هو بيقعد عندنا على طول. تمام. وكأني بابا كان ضيف، كان بيجي أوقات صغيرة جدا بعد الشغل وبعد فبيجي في البيت، هو يعني بيستعجل بابا معانا على طول. ابتدى الاسره تتكاتف الى حد ما. تمام. وده هو الجميل في موضوع كورونا، الحمد لله يعني طلعنا منها بفوائد كتيره جدا جدا. ايوه. تاني حاجه حته الحمد، احنا بنحمد ربنا على نعم المفروض ان هي طبيعيه. أيوة. نعمه انت تمشي في الشارع، هل دي نعمه؟ قبل كده ما كناش فاكرينها حاسينها. لا عادي. النهارده لا، في حظر ما تنزلش من البيت. ايوه. نحمد ربنا على حاجات كتيره جدا، ان انا التقي بصاحبي، اقعد مع صاحبي، هل دي نعمه؟ ايوه. طبعا اخد ودي معاه في فتره طويله، يمكن انا يكون بيني وبينه سنه او حاجه 8 اشهر مش عارف اشوفه. زي ما حضرتك قلت، حتى الاطفال مش عارفين يشوفوا باباهم في البيت. ايوه. فدي كانت الاجمل بقى. احنا ابتدى نحمد ربنا على حاجات حلوه وجديده. أيوة. انت تمشي في الشارع بس حمد، تقابل صاحبك حمد، تنزل تاخد في مطعم، لا نقول الحمد لله على كل النعم دي. اسلم على صاحبي واخده الحضن وحشني جدا، برضو ده حمد. حد كلها اتحرمنا منها عشان نعرف فوائد ربنا ونعرف نعم ربنا علينا ايه. نقول الحمد لله بثقه وبقوه على كل الفتره اللي فاتت.
الحمد لله. الحمد لله. كان برضو عايزين نعرف كيف نحارب العادات السلبية. في يعني المفروض احنا في مرض اللي هو فيروس كورونا، المفروض في تباعد اجتماعي، المفروض في الحاجات دي كلها، فالناس ما بتعملش على كده، فاحنا عايزين ازاي احنا نحارب الحاجات دي. بصي حضرتك، اي عاده سلبيه عندنا، سيبنا من كورونا دلوقتي، اي عاده سلبيه عندنا ليه خطوات محدده ان احنا نفهم بيها الموقف ايه بالظبط. اول حاجه في محاربه العاده السلبيه او العاده السيئه، رقم واحد تفهم خطر العاده ديت. احنا كده وصلنا الحمد لله في المؤسسه، وصلنا للناس خطر السلام بالايد، خطر الحضن، خطر التقارب الاجتماعي، خطر وخطر وخطر, وخطر خطر عدم الكمامه. كلنا حاليا ماشيين بالكمامات دلوقتي، كمامه في جيبي، وده مهم بالذات انه احنا يعني مؤهلين للموجه الثانيه، فلازم يكون في تباعد. لا، واحنا شعب العربي الحمد لله، بسم الله ما شاء الله، شعب تلقائي وجميل ومحب. أيوة أيوة البعض. أيوة، تلاقي واحد اهلا ياخده والحب غير ما يحس بنفسه طالع بلا كورونا بلا مش عارف ايه، وتفاجئي بعد كده ان بتطلع حاجات صعبه، وبتطلع الاعداد بتزيد. كل ده من ايه؟ ان عدم الوعي، هو مش مصدق ان كورونا ده كده. لما انتشر الموضوع كلنا خفنا، حتى الناس بتكذب الكلام ده انه اصلا ما فيش. يبقى اول حاجه احنا استشعرنا، وخلينا المواطن العادي يستشعر الخطر. تمام. رقم اتنين، انت لازم تغير العاده بتاعتك وتغيرها بقسوه بكل جديه، بكل حتى جديه وبقوه. أيوة. جدا جدا. في الحاله دي بس ابتدى العدد يقل شويه. أيوة. لو احنا سيبنا العقد منفرط كنا هنفاجئ باعداد اكبر. أيوة. بالاف. ايوه، بالاف المصابين، بالاف الوفيات، الحمد لله. الحمد لله الموقف حاليا لحد ما تحت السيطره. اهم حاجه، ودي بقى الصعبه بقى، تداوم على العمل ده، تداوم على هذا التباعد، تداوم. أيوة. على التغيير اللي حصل في حياتك. ايوه، تداوم. في ناس زهقت، في ناس مش عارف ايه، في ناس في اعلان لاحمد. بس احنا بكل تاكيد عشان خاطر اولادنا وعشان خاطر اسرنا احنا مجبورين نعمل كده. يعني هو مش فرض عليك، بس حضرتك مش هترضى لنفسك الحاجه المش كويسه، او هترضى لاسرتك المرض او الازمات اللي احنا بندخل فيها. فاحنا بعد شق سلبي وشق ايجابي. الشق السلبي ايه هو بقى؟ ان كثرت في بعض البيوت كثرت المشاكل، ان هم متواجدين مع بعض. الناحيه الثانيه، لا، انت لازم تتعود على التقارب ده لزوج. أيوة. والزوجه اللي كانوا بيحبوا بعض قبل الجواز واتجوزوا بعض عن حب وكذا، وقصه كبيره وجميله، اكتشفوا بعد كورونا في حاجه، وبعد كده اتفاجئ ببعض الاطفال، وبعد أيوة. هم موجودين مع بعض، لا، في مشكله زادت شويه بس. الحمد لله ابتدينا نوعي داخل الاسره، تقبل الاخر، تقبل الزوج، هو موجود في البيت طبعا فترات طويله، هو نفسه بيبتدي يتفاجئ بحاجات موجوده في البيت. في اب اتصل بيا، انا اتفاجئت ان ابني في رابعه ابتدائي ما كانش عارف. كان كل الحمل على الام. طبعا هو بيخرج الصبح وبيجي اخر الليل. انا فوجئت ان هو برابعه ابتدائي ابتديت اذاكر له حاجات، ابتديت اتعامل معاه، هو كده المفروض عليه الوضع. والفرض ايجابي هنا بقى، لازم بقى نحول بقى السلبيه لايجابيه. بكل تاكيد لازم. في الحاله دي هنطلع من المحنه اللي احنا فيها. لازم ناخد من المحنه منحة. ايوه، هي حاجه صعبه قوي قوي قوي. ازاي نطلع بقى منها بقى واحنا الى حد ما واقفين على رجلينا، الى حد ما الاب يعرف بنته ويعرف ابنه، يعرف جوزه، يعرف الجوزه، ويعرف انه دي مسؤولياته، يعرف انه لازم هو يكون مسؤول. هنشوف برضو الطريقه الامثل لاكتشاف الذات. ده طبعا في مدرب الحياه وما يخص التنميه البشريه. اكتشاف الذات، انت ايه اللي بتحبه؟ تمام. اللي انت اعرف نفسك الاول. في علم كبير جدا جدا اسمه علم البرمجه اللاغوية العصبية. تمام. في جزء منه كبير خالص اسمه الانماط الشخصيه. النمط الشخصي دوت، انت ايه؟ حسي ولا سمعي ولا بصري؟ واحد بيكلمك يقول لك ايه؟ بصي عليا. لو بصيت لك، لا، بصي هو في كلامه معاكي، بصي اصلا بتبصي له، فهو بالزبط. مش حاسس انك انت بتبصي، او انت بتبص. هو بيتعامل معاك عن خلال الرؤيه بس. أيوة. بص هتلاقي كل كلام النظر، هو مش يعني موجود. هو مش حاطط باله معاك بالزبط. هو مدرك، بيدركك وبيتعامل معاك من خلال النظر بس. تمام. مع الاشكال والالوان والاحجام والاطوال والحاجات دي. تاني واحد يقول لك اسمع الموضوع ده، هو فين الموضوع عشان اسمعه؟ انت هتقوله لسه، ها؟ اسمع معايا الموضوع. أيوة. ده صوته عالي قوي، الموضوع ده بسيط. هو عايز يوصل بالظبط. أيوة. عن طريق الاذن. واحد تاني يقول لك حاسه الموضوع ده، حاسه الفكره ديت، الفكره. هو لسه ما قالش الفكره حتى. بالظبط. هو ايه؟ هو بيستشعر الاول، هو نمطه ايه الاول؟ من خلال الموضوع ده بتتعاملي مع الناس اللي حواليك. تمام. واحد تلاقيه عصبي بيتكلم بسرعه جدا، كذا كذا كذا، انت بتفهميه بالعافيه، بالذات لو في التليفون، خلاص؟ أيوه. لا، واحد تاني تلاقيه بيتكلم هادي خالص زياده عن اللزوم، ده نمطه ايه؟ وهكذا. اعرف نفسك الاول، اعرف الناس اللي حواليك بصلك ازاي. تمام. كان في تجربه عملها حد امريكي. أوكي. ان هو جاب اربع كراسي. تمام. ونام في النص بين اربع كراسي. أوكي. وحط ملايه عليهم. تمام. وجمع كل اهله واصدقائه، قال لهم اعتبروا انا حاليا ميت. أوكي. خلاص؟
وجهوا لي رسائل وهو مين وانا مش هرد عليكم. وحط بلاستر على بقه وكله ابتدى يقول له سلبياته. ما انصحش حد يعمل الموضوع ده لانه عرض الشخص دوت بعد كده صدمه عصبيه. بعد التجربه دي تعرض لصدمه. كل واحد جه له سلبياته فقط. ما فيش حد قال له بالظبط. لا هم قال لهم تعالوا قولوا له سلبيات بس. بعد التجربه دي هو طلع ايه سلبياته، ماذا سيقول عنك الناس بعد ان ترحل. دي تجربه اتعملت في امريكا برضو، كان في حته كبيره يعني جدا يعني اكتشف ذاته قبل الرحيل بالظبط. الناس بتبص لي ازاي؟ اعمل مرايه بسيطه كده. انا عملت الموقف ده ايه اللي حصل؟ تمام. السيده الوزيره قالت لي اقعد هنا. لو انا قعدت هنا هي هتتضايق، ما هي عامله حسابها على حاجه معينه. أيوة. خلاص انت اتصلت عليا من 4-5 ايام قلت لي لا تعالى معايا، لو انا ما جيتش النهارده طب التصور هيبقى عامل ازاي؟ حط نفسي مكانها بقى ونشوف الموقف عامل ازاي. انا جاي مخصوص من الصعيد، من اقصى الصعيد، 12 ساعه سفر تقريبا، 10 ساعات سفر. ربنا يكرمك يا دكتور، عشان خاطر حضرتك وعشان خاطر ربنا يكرمك يا دكتور، عشان خاطر قناتنا المحببه. انا اول مره اتواجد معاكم النهارده، بشرف ليا بجد. صراحه احنا كغناء وكبرنامج بنحني حضرتك برضو على تلقبك لسفراء السلام، وايضا لافضل شخص في عام 2020 في الوطن العربي. مش افضل شخص، افضل 100 شخص. افضل 100 شخص بالضبط. هم اختاروا 100 شخص، الحمد لله كنت من ضمنهم الحمد لله. وما كانش هو يمكن حضرتك الوحيد في جنوب في بالضبط جنوب الصعيد. الصعيد كله الحمد لله. احنا بنحنيك على ده، شرف ليا طبعا. الحمد لله الحمد لله. انا من فتره كنت من 10 ايام بالضبط، قناه طيبه برضو في اسوان استضافتني وعملت تكريم برضو. جميل. الموقف كالتالي، احنا بنشتغل، لو احنا عندنا على الجوائز مش هناخد حاجه. تمام. او هناخد كل الجوائز، اوكي؟ لا، بس احنا معنينا على الهم العام. الجائزه دي ما جاتش على سنه واحده او ما جاتش على يوم واحد، ده الفترات سنين طويله جدا بعد كده بالظبط. أيوة. احنا عملنا مبادره كل البشر واحد، عملنا مبادره المبادره اسمها النوبه تقرا. اطفال نوبيين 90 طفل في كلبشه ابتدوا يطلعوا ويحفظهم بالظبط. تمام. انا معايا فريق عمل على اعلى مستوى، بدايه من المصور عبد الرحمن بيسو، المهندس عمر حافظ، هاجر يوسف، استاذ عائشه يوسف، مجموعه كبيره جدا. منى عرابي، مجموعه كبيره جدا. انا خايف اقول بس كل اسماء انسى حد. طبعا كل تقدير وتحيه طبعا لفريق الحياه، طبعا بوجه له دلوقتي، لولا انتم ما كنت انا. ربنا يخليك يا دكتور. كنا عايزين برضو نتحدث عن طريق الاختيار، وطبعا ده مجهود سنين زي ما حضرتك قلت. الحمد لله. فحدثنا عن طريق الاختيار وطريق الاحتفال. الدكتوره رضا محمود كلمتني. تمام. قالت لي والله انت مرشح لهذه الجائزه. جميل جدا. قلت لها هي مسهل، فقالت لي لا ما تعملش حاجه خالص، انت بس يعني انا بقول لك ان انت مرشح. تمام. والحمد لله كلمتني الدكتوره رضا، وكلمني الدكتور احمد الشواف استاذنا في العمل العام والعمل الاجتماعي واستاذنا في العلم، كلمني وقال لي مبروك انت حصلت على هذه الجائزه. كان وسط فطاح وتواجد معنا فنانين، تواجد معنا كتاب من الوطن العربي، من كل الدول العربيه والافريقيه حتى بالضبط. من تشاد، من السودان. أيوه. الحبيبه. أيوه. شقيقه السودان، بلد حضرتك طبعا. تواجدت معنا طبعا في اليوم ده، ده شرف ليا وتعرفت على حضرتك. ده شرف ليا يا فندم بجد، كلام رائع وجميل جدا جدا. الوطن العربي كله التقى في اليوم دوت وكرموا اللي اثروا في المجتمع. بكل تاكيد. سفير الانساني وسفير السلام والعمل الانساني، ازاي احنا كنا بنعمل على الانسان في حد ذاته. 4 جهات كبار جدا جدا، من ضمنهم جريده لبنانيه. بكل تاكيد كانت بالظبط. الدكتوره ليلى ورد كانت موجوده. أيوة. برضو ومصدر برضو حي اسمها مصدر اعلامي او حي زي كده. انا خايف بس انسى المسميات، انهم 4 مسميات كبيره جدا. الاربعه دول اجتمعوا مع بعض قدروا يطلعوا الاحتفاليه الجميله جدا ديت. صراحه كانت احتفاليه الحمد لله، كانت حاجه رائعه، كان حاجه كبيره. تاريخ الوطن العربي كانت حاجه. تاريخ الوطن العربي. هنتحدث برضو عن دور مدرب الحياه في تهيئه الافراد على انشاء اسره سعيده او بيت سعيد. تمام. سيدي مساحتي بقى عشان الموضوع ده صعب شويه. بصي حضرتك، هنعمل كولونج على الاسره. تمام. انا اسف اللفظ الجاي، انا بصطاد كل واحد في المكان الطبيعي بتاعه. الطفل مش هجيله في البيت، لا هروح له في المدرسه. تمام. ونعمل معاه مبادره في المدرسه، ازاي تنجح، ازاي بليك هدف شخصي، ازاي انت تذاكر عشان انت عاوز تنجح، مش عشان تذاكر بابا وماما. عشان تنجح مش عشان خاطر بابا وماما او مش لا عشان لا لا. تاخد جايزه بالظبط. انت نفسك عاوز تطلع ايه؟ تمام. اطلع دكتور. حلو قوي. الدكتور بيعرف انجليزي كويس، تعرف انجليزي، بيعرف رياضة كويس، تعرف رياضة. أنا تعرضت لموقف كويس يعني، هو غريب شوية. أمي جت تقول لي ابني بيشوط كل الطوب اللي في الشارع. لحضرتك. طبعا هي حاجة جت تقول لي الحقني، ابني كل الطوب اللي في الشارع بيشوطه كله. فقعدت معاه قلت له تعالى نفسك تطلع إيه؟ فعمل لي كده بلد، نفسي أطلع ظابط. قلت له تطلع ظابط؟ قال لي آه. فعملت كده، قلت له إزاي؟ هتودي البلد كلها في داهية. العالم كله هيبص على الظابط المصري يقول عليه إيه ده؟
ازاي ويمشي كده في الشارع عصبي بتشوت. قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني انت كده هتودينا في داهيه العالم كله هيبص عليك ويصوروك، ينفع كده؟ الولد حمق وزعل جدا، ماشي مع مامته في الشارع، فوجئت بالحركه الجايه دي. هو ماسكه ايده، ولا طفل صغير بنتكلم في 4 سنين تمام، ماسكه من ايده عمل كده ايده كده، مش ماشي عسكريه في الشارع في الشارع اه، عايز يثبت طبعا ذاته ان هو ظابط ايوه. ابتدى سلوك الولد ده يتغير سنه، بس كانت الكارثه بالليل. هي صديقه شخصيه ليا وجوزها صديق، كلمت 2 ساعة بالليل قالت لي الحق ابني نايم دلوقتي ورفض المذاكره. هو في ظابط بيذاكر؟ قال له مامته كده. اما ما فيش ظابط بيذاكر هدخل الشرطه ما شافوش بقى. قلت لها طب هاتولي بكره. قعدت مع بكره واتس يور نيم يا بابا. ما فيش كليات خالص؟ أيوه. لا 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 كليات عسكريه. هو في ظابط بيذاكر بيحارب بس يتعلم السلاح بس؟ هو متوقع كده، هو فكره طبعا على اساس هو طفل. ايوه فبص لي كده، طبعا ما كانش لسه خد انجليزي. قلت له يا فندم ازاي بقى حضرتك كده وجيش الناحيه الثانيه العدو بتاعك وهو بيتكلم انجليزي؟ عفوا، وهو بيتكلم انجليزي لازم تعرف لغته. تمام. قال لي اه والله يا مستر اما مش ما خدش واخد لبالي. قلت له طب والحساب؟ قال لي هعرف ليه الحساب بقى. قلت له اه، معاهم كام مدفع ومعاهم كام دبابه وانت قوتك قد ايه ومين هيفسر لك وحضرتك تغلبهم ازاي وتنتصر عليهم ازاي؟ قال لي اه والجغرافيا. قلت له لي الجغرافيا ليه؟ عفوا معلش بالسلامة. القطر امبارح كان صعب شويه، السفر صعب. آه قال لي والرياضه والجغرافيا؟ قلت له اه. مين الدوله اللي جنبك؟ مين الدوله دي؟ مين الدوله دي؟ مين صديقك؟ مين عدوك؟ وهكذا. قال لي اه. ده بمعنى ايه بقى يا مستر؟ قلت له معنى انت لازم تتفوق قوي في الدراسه. الطالب دوت بعد 4 سنين حصل على المركز الثاني خلاص في اداره القناه التعليميه. هو كده حط الهدف لوحده واشتغل عليه. ده بالنسبه للطفل. ازاي اخليه هو اللي يذاكر؟ أيوة. هو اللي عاوز يذاكر. ازاي نخليه برضه يتخلص على خوفه؟ بالظبط. أيوة. ازاي يكتب على كراسته؟ ايوه. ازاي يكتب على كراسته الدكتور فلان وهو من سنه رابعه ابتدائي خمسه ابتدائي؟ أيوة. عارف ايوه انا المهندس فلان. حفظه الاحرف بالظبط. أيوة. لا 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 يا ريت، هو حاطط هدف كبير قوي قدامه. آه. انا المهندس فلان، انا الضابط فلان، وابتدي يتحرك ناحيه الهدف ده. الضابط لازم يذاكر. لما تيجي تلاقيه يقوم عقله اللاواعي يشتغل. طبعا ما يعرفش، بس اول ما حضرتك اديته الكلام فاكيد عارف هو هدفه ايه او عايز يعمل ايه. ابتدى يسعى له ولازم يبقى تفوق في الموضوع. أيوة ده. ايوه كنت الحاجه الثانيه بعد كده عملنا مبادره في البيت. مبادره في البيت. مبادره البيت بقى عباره عن حاجه اسمها البيت السعيد. تمام. ازاي الزوجه تقبل الزوجه ايا كانت، والزوجه تقبل الزوج ايا كان في اطار الاسره الواحده. تمام. قبل الزواج الصوابه كلها ورديه، فتره الخطوبه فتره جميله جدا. أيوة. كل واحد بيطلع الحاجه الحلوه بس اللي جواه. اه مفيش حد عارف ايه الوحش. بالظبط. مع المعاشره بتطلع حاجات هي مش وحشه بس مختلفه. اه مختلفه. ده طبيعه بيته وكذا. كل حد طبعا ليه اسلوبه مختلف. بالزبط. من الثاني، وكل حد ليه تربيه مختلف من الثاني، وبيئه يعني كل حد اتنشا في بيئه ثاني مختلف من البيئه دي، فاكيد هيكون في اختلافات. بالظبط. اكيد انا وحضرتك قاعدين دلوقتي، انا لو عملت كده بالبوكس عشان اضرب حضرتك هوصل لك؟ لا طبعا، عشان المسافه بعيده. آه. صح. اوكي، لازم كل واحد يدي مساحه للتاني. تمام. الزوج جاي من بره مخنوق ومتضايق وكورونا وظروف صعبه جدا معاه. أيوة أيوة. ايه الحل؟ الحل ان انا اخليه بالراحه يطلع كل الطاقه اللي عنده السلبيه الاول، بعد كده ابتدي اتكلم معاه باسلوب هادي وبسيط بعد ما اطلع الشحنه السلبيه. بيكون جاي برضو من اليوم الطويل في بالزبط. العمل. بالزبط. ومش عارف برضو يتعامل وكميه الضغوطات العاليه. الحاله الطبيعيه برضو صعبه جدا. احنا محتاجين اكيد نتوقف مع بعض ونفهم بعض. ده يعني دي حاجه ضروريه جدا جدا عشان الناس تعرف تتعايش وتعيش مع بعض وتبني اسره كريمه بكل تاكيد. الزوج برضو لازم يتقبل مراته، هي قاعده طول النهار لوحدها، وضغوط. أيوة. مع الاولاد، وضغوط مع مامته او اخته او كذا، فلان اتصل فلان اتصل. أيوة. لازم يتقبل ويستشعر هي انت السند بتاعها. طب هي هتروح. أيوة. هي هتحكي لمين؟ هتشتكي لمين؟ انتوا الاثنين محتاجين تسندوا بالظبط بعض. فالمركب ليها دفتين، فلازم. أيوة. نعمل توازن بالانس. أيوة. معين جوه. أيوة. البيت. أيوة. ولازم الثلاثه يبقوا مع بعض يعني مشاركه جامده قوي، الاب والام والابن. دي الكلوزنج لازم نعملها في البيت. بكل تاكيد. ربنا يخليك. برضو عايزين نعرف كيف يعمل مدرب الحياه على تحفيز وشد انتباه المتدرب. بحد المدرب بيجي لك هو مش عارف. وحشتنا قاعده التدريب والله. وحشتنا هو رايح على انه طريق. لنا فتره بنشتغل اونلاين. ربنا يخليك. هو عارف رايح على اي طريق. هو عنده مخاوف من حاجات معينه في المستقبل، فازاي حضراتكم بتعملوا على شد وجذب المتدرب الاتجاه الذي يريده؟ قاعده التدريب عباره عن معركه. تمام. ارض معركه، انا والمتدرب جهه واحده، قصاد الناحيه الثانيه جهل وفساد وفقر. فقر انت هتدي له فلوس؟ لا.
بس هعلمه ازاي يبقى متفائل عشان يجيب فلوس كويسه. ايوه ايوه. هعلمه ازاي يقبل على الحياه. جوه القاعه بياخد طاقه ايجابيه كويسه، ولكن يطلع بره القاعه هيلاقي فيه سلبيات، فيحصل عنده الدروب ده. فاحنا بنعمل ايه؟ بجيب له بره القاعه بالراحه لحد جوه القاعه، بتمثيليات، بقصص، بحاجات جميله جدا جدا، يستشعر الواقع اللي حواليه، مثبته على ارض الواقع. كيف تتعامل انت في الظروف الصعبه او الجديده او المتغيره دي؟ سوق العمل، والله لا سوق العمل صعب شويه. طب انت يقول لك ما فيش وظائف مثلا. ايوه. طب تعالى بعد اذن حضرتك اتفضل، تعرف كمبيوتر كويس؟ شغل خاص. لا لا، تعرف كمبيوتر كويس؟ تمام. يقول لي يعني شويه. أيوة. تعرف لغه؟ نص نص. طب ما تشد حيلك في دول، انا كصاحب عمل انا هجري عليك. أيوة. انا اقول لك تعالى بقى، ها انت حصل على كذا كذا، قول له حط نفسك كده مكان صاحب الشركه. أيوة. انا صاحب شركه النهارده وجوني 4، واحد حصل على دورات كتير جدا جدا في اللغه وفي الكمبيوتر، بيرفكت، بيتكلم كويس، لبسه كويس، واحد نص نص. أيوة. خلاص هاخد انا طبعا، هاخد. طب انا هجري ورا انهي؟ أيوة. حتى لو العمل عندي فيه اكتفاء، ممكن اقول له لا تعالى هستفاد من خبراتك، اعينه. أيوة. مستشار. أيوة. اعينه كذا واستفاد منه، بيبقى سلعه جيده. بالظبط. يبقى لازم كل واحد فينا يرفع المنتج بتاعه عشان لما يجي لحظه التسويق ولحظه سوق العمل ينجذب بسرعه ليه. وهكذا. دي اهم حاجه. المتدرب معانا في القاعه بيعيش حاله جميله جدا جدا. هو طبعا اول ما يدخل تدريب او دبلومات الحياه او دبلومات التنميه البشريه بيخرج منها انسان تاني مختلف خالص. ده لازم. بس بشرط. دايما الناس بيسميكم مدربين السعاده. هو انا خدت لا انا خدت فتره صاحب بيسموني صاحب السعاده. انا متهم بالتفاؤل. متهم بالتفاؤل. ليه بقى متهم؟ اي حاجه سلبيه قدامي بحولها على طول لايجابي. لازم. وباين من حضرتك بكتير. ده لازم. مش هنعرف نعيش. مش هنعرف نعيش. ربنا بيكرهنا؟ لا. ربنا بيكرهنا؟ لا طبعا. احنا الخلق بتاعه، احنا بتوعه، احنا صنعه ايده. يكرهنا ازاي؟ اي حاجه ربنا بيعملها لنا، اي حاجه ايا كانت فصالحنا. أيوة. بس ممكن نعرف بعدين. هو بعد. ايوه ممكن نعرف بعد. في قصه كانت شهيره، في عصفوره في الشجره وكونت بيتها بالعافيه. تمام. هي وجوزها بالعافيه. فجاه جم شويه هواء ومطره، خدوا العش دوت ورموه. فالعصفور بص لربنا وقال له يعني ما فيش غيري انا، يعني العش دوت. أيوة. العش ده ضايق حد في ايه يعني؟ ايوه يعني ايه المشكله يعني؟ ايه كده يعني؟ بس بعد كده اكتشف انه ربنا عمل كده لحكمه معينه. بعد ما عمل وبيحوم حوالين الشجره بص لقى الشجره عليها تعبان وكان راح ياكل. البيض الصغير بتحمل هم انقذوه بعد العش. اذا ففي حته احنا مش شايفينها. ايوه ايوه. ربنا احيانا بيجعل اشارات بس احنا طبعا ما نعرفش. بالزبط. ايوه ايه حكمته، بس بعد كده بنتفاجئ انه الحاجه دي كانت خير بالنسبه لنا لصالحنا احنا. ايوه. انا النهارده كنت عايز اسافر مثلا والقطر فاتني، بعد كده ممكن تفاجئ القطر ممكن يعمل حادثه، ممكن يتاخر، ممكن احنا جينا بالغنى هناك عندك في الصعيد. بالظبط. لا ده تشرفونا طبعا. نتشرف طبعا. خلاص اكيد. ده نبعت عربيه مخصوص لفندم والله. ده تشرف لينا فندم والله. تمام. بس الحياه دي كلها اتاخر القطر، عمل اي حاجه، كل المسببات اللي مش مالناش دخل فيها. تمام. خلاص. الحمد لله لعله خير. في قصه الملك والوزير وقطع صباعه ومركب وحاجات كتيره جدا جدا. لعله خير. اي حاجه تحصل معاك سلبيه جرب وقول لعله خير. بكل تأكيد. حنعرف أهم المجالات التي قد تساعد في مدرب الحياة. المجالات. أيوة. أهم المجالات التي تساعد فيها مدرب الحياة. هو التعليم. التعليم والتأهيل. إحنا بندخل على المدارس، بنعمل برضو بنعمل حلقة قوية، حالة الإدارة. ازاي انت كمدير ازاي تدير المدرسه بتاعتك. تمام. ازاي تدير الحاله الدراسيه في المدرسه. مم. تاني حاجه المعلم. مم. عليه ضغوط بره الفصل، ضغوط جامده جدا، وعليه 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 وعليه، يدخل الفصل وهو متضايق. ازاي يعمل فصل ما بين هو الشخصي وهو كمدرس. مم. الطالب اللي قدامك ملوش ذنب. أيوة. في الموقف اللي عندك. أيوة. ايا كان الموقف اللي عندك. أيوة. مبسوط سعيد مش خضيطه. بس ازاي اعمل الفصل ده؟ ايوه كمدرب. ايوه بالظبط. محتاج تفاصيله كانسان. أيوة. وكمدرس او مدرب. احنا برضو قدامنا شهادات
سفير السلام، ومعانا برضو الوشاح لدكتور احمد كمال. صراحه حضرتك كنت ضيف عزيز عليا، الكنترول بيشاور لنا طبعا، احنا طولنا في الكلام. بس اكيد انا بقول لكل المشاهدين، مش اخر حلقه اكيد مع دكتور احمد كمال اللي كان منورني، واللي جاء خاص من جنوب صعيد. انا بقول له بجد تحياتي وتقديري لحضرتك اكيد. لغايه هنا مشاهدينا الاعزاء وصلنا الى ختام حلقتنا اليوم، استنونا الاسبوع اللي جاي واكيد مع دكتور احمد كمال. الى اللقاء.